والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحانك اللهم ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، نبي الثقلين القدوة، ورسول العالمين الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ونستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الأكارم، موضوعان اثنان كنت قد أعددتهما لأتحدث مع حضراتكم اليوم في أحدهما، لكن مواقع التلاوة الكريمة وأسلوب الطرح الأدائي الراقي من أخينا القارئ الكريم كانت لها جاذبية أخاذة تساعد على فقه الآيات وتغري بالحديث حول هذه الآيات الكريمة. لا يستطيع المرء في لقاء كهذا أو عشرة لقاءات أن يلم بكل ما قرأ القارئ، لكننا سنقتطف بعض الأزاهير التي نشم فيها عطر القدوة وجمال العبرة وسحر الموعظة. حدثتنا آيات سورة الصافات عما كان بين الذبيح وأبيه، ولئن كان ذلك موعده في خطبة العيد إن شاء الله، إلا أننا وفاء بحق الآيات الكريمة ينبغي أن نعكف عليها في هذا اللقاء. وقد تعودنا على هذا المنبر أن الأمر ليس بيد الخطيب، وليس الأمر أمر ما يعده الخطيب، إنما الأمر أمر ما يريد الله عز وجل أن يسمعه لعباده المسلمين. إن كل شيء خلقناه بقدر. وتقدرون، نحن نقدر في نظرنا، وتضحك الأقدار، أقدار المقدرة أزلاً
أنا أقدر وأعد وأكتب وأحذف وأضيف، والأقدار المكتوبة أزلا تسخر مني وتضحك. إحنا محتاجين نتعلم العبودية شوية. لنا سعي لكن السعي لا يسبق القدر أبدا، يستحيل. أيها الإخوة المسلمون الأكارم، أمران سبق هذا الحدث، الحدث الذي هو موضوع آيات سورة الصافات التي تفضل القارئ الكريم فأسمعنا إياها. هذا هو الحدث، أن يقوم إبراهيم الخليل بذبح إسماعيل ولده البكر. أمران سبق ذلك، أما الأول فهو أن إبراهيم عليه السلام في بواكير رسالته، يعني في الأيام والسنوات الأولى التي بعث فيها رسولا نبيا، دعا أباه وقومه إلى نبذ عبادة أصنام لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ولا تغني عن نفسها شيئا، فكيف تغني عن عباد الله؟ فما استجابوا. وكان أبوه ليس عابدا للأصنام فقط، وإنما كان صانعا للأصنام، يبيعها للناس، وربى سيدنا إبراهيم من هذه الصناعة والعياذ بالله. لا ذنب لإبراهيم إذ تربى من صناعة الأوثان، إنما الذنب كل الذنب على من صنع. من هنا اعلم أنك إذا أدخلت في طعام ولدك أو ابنتك شيئا من حرام فهو بالنسبة للأبناء حلال لا شيء فيه، الآثم أنت والعياذ بالله. مع ذلك، مع غيظ إبراهيم الشديد من أبيه وحواره وفي حواره معه، نجده لا يبدأ جملة إلا بقوله يا أبتي، يا أبتي. بر وهو كافر، بر وهو كافر، ونحن مأمورون بأن نقتدي بسنة إبراهيم، فلا تطعهما إن أمراك بالشرك أو بحرام فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. فعل إبراهيم ذلك فاختزنه الله تعالى له. الأمر الثاني أن إبراهيم كان قد نذر لئن رزقه الله غلاما ليكونن لله ذبحا، وكان ذلك في الشرائع القديمة متاحا مباحا. هذان الأمران كانا وراء قصة الفداء. قال للكافر يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، أربع مرات في السورة الواحدة. ولما قال له في عنف الكفر وطغيان الشرك أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ مش عجباك آلهتي يعني؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. يواجهه الخليل، الخليل خليل الرحمن، يواجه هذا العنت الكفري، هذا الطغيان الشركي، يواجهه فيقول
سلام عليك. إيه ده؟ هو ده الإيمان. سأستغفر لك ربي. مع كل الكلام ده يا إبراهيم، مصنع كفر، أبوك صاحبه رئيس مجلس إدارته، وستستغفر له ربك؟ إنه كان بي حفيا. اختزن هذا لإبراهيم عند الرحمن، وما كان ربك نسيا. جاء الوقت. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. يرد إسماعيل وهو صبي يفعى، صغير في السن. يا أبتي، أختي يا أبتي ذكها، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إن البلاء موكل بالمنطق، وإن من عير أخاه برضاع كلبه لم يمت حتى يرضعها. الوقفة الثانية، نحن بين ثقة في الله، هذا جانب اليمين، وغرور كفور بالأسباب. لدينا أسباب نسعى لنوفر لقمة العيش من خلال السعي. هناك ثقة في الله وغرور بالأسباب. والذي يجب أن نأخذ الأسباب، واثقين أن الأسباب لا أثر لها إلا بمشيئة الله. وتكون ثقتنا ليس في الأسباب، التقاوي مستوردة، الأرض مخدومة كويس، الزراعة علمية، أنا راشش الأرض قبل الزراعة من الحشائش عشان ما تاكلش غذاء النباتات، أنا مسبخ بلدي، أنا مخطط كويس، أنا زارع بنظام ودقة وهندسة، أنا بدي سماد 10/10، أنا بدي مبيدات 100%، أنا بدي رعاية ملهاش حل. كل الكلام ده مطلوب، بس مطلوب إنك لما تملأ قلبك تملأ ثقة في الله وليس ثقة في هذه الأسباب. هنعرض صورة من سلوك الذبيح وهو ابن، تقابلها صورة لابن آخر، صورة من صور السلوك اللي سلكها الذبيح، كلها ثقة بالله، وصورة من صور الغرور بالأسباب مارسها ابن آخر لنبي آخر. الذبيح قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال لأبيه: يا أبتي، خلي بالك، شوف الفطنة بتاع الطفل، الفطنة بتاع الصبي، بيقول له إني أرى في المنام أني أذبحك، بالمعنى بتاعنا. ودي إسماعيل، أنا يا ابني بيجيني منامات كده بشوف فيها إن أنا بذبحك، إيه رأيك في الحكاية دي؟ ما قالوش أمرني ربي ولا أي ولا ثلاث مرات ولا أبدا، هو أنا بشوف كده في المنام إن أنا بذبحك، إيه رأيك؟
يقوم الصبي لأنه بذرة نبي. الصبي ده مشروع نبي، الشاب الصبي ده ابن نبي وهو بذرة نبي. يقول له ايه؟ ما يقولوش بقى المنامات دي بيجي لك ازاي وانت بتشوف ايه، طب احكي لي كده يا بابا. ابدا يا ابتي، هي مش قصة منامات وانت بتشوفها وبتاع وانك بتتبحد. افعل ما تؤمر، الذي تراه ليس رؤيا انما هو امر. افعل ما تؤمر. وبعدين بقى انا والتمام، وهتلاقيني حديد ابدا. ستجدني ان شاء الله ثقة بالله من الصابرين. ولا قالش ستجدني ان شاء الله صابرا، اللي قال ستجدني ان شاء الله صابرا ما صبرش. هو سيدنا موسى صبر لما خرق الخضر السفينة، ولا موت الغلام، ولا أقام الجدار، ما صبرش لحد ما قال له هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي الأول قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ اللي قال ستجدني صابرا وهو نبي كليم الله لم يصبر، إنما اللي قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، صابرين ده ملأ كبير حبقى واحد منهم، صبر. التاني ده وثق في الله، التاني بقى اغتر بالأسباب، ما سألش في الله، موش مؤمن، ما عندوش يقين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هو كان ممكن سيدنا نوح يدعي انه ينجي ابنه، يقول رب نجي ولدي، ولا يقولش يا بني اركب معنا، إنما هو يريد أن يقوم ولده بممارسة الإيمان، بأن يكون في صف المؤمنين، بأن يركب السفينة. لحد آخر لحظة الولد كافر وكل اعتماده على الأسباب. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما جابش رد الواد تاني، وقول له اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الولد قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، رد سيدنا نوح وقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. مفيش رد للولد، أمال إيه؟ النتيجة الطامة، النهاية. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أيها الإخوة المسلمون الأكارم، ثمة الثقة بالله، وبإزائها الاعتماد على الأسباب والغرور بالأسباب. غير المؤمن اعتماده على الأسباب فقط، مدارس فكرية كبرى في شلة الأسباب، مديون كلك. والمؤمنون أهل الثقة، أهل اليقين، أهل الإيمان، يجعلون كل اعتمادهم على رب الأرض والسماوات العلى. بتصفح القرآن الكريم والسنة يتضح أن الأخذ بالأسباب حتم، يتوازى معه أن يكون اليقين كل اليقين في الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال.
الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله ولا تجترئوا على حدود الله، وكونوا أهل ثقة في الله. لا تعبدوا الأسباب ولا تعتمدوا على الأسباب ولا تهملوا الأسباب. لا تهملوا الأسباب، أعملوا الأسباب، حققوا الأسباب، فعلوا الأسباب، مارسوا الأسباب، احتاطوا بالأسباب، لكن امتلئوا ثقة بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، الله رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. أحب أن ألفت أنظار حضراتكم إلى أن صيام يوم عرفة الذي هو غدا إن شاء الله يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، يعني يكفر ذنوب سنتين، وهذا فضل من الله على جموع المسلمين، لأن يوم عرفة هو يوم الحجيج، وأراد الله ألا يحرم أي مسلم من عطاء زائد في هذا اليوم العظيم، فأوحى إلى رسوله هذا الحديث الشريف لكي نعطى جميعا بعض الثواب ولا نحرم مما أعطيه الحجيج. الأمر الثاني، إياكم أن يذبح أحد أضحيته إلا بعد الانتهاء من صلاة العيد، لأنك إن ذبحت قبل الصلاة أو غدا ضيعت ثواب الأضحية، وكان الذي تعمله مجرد لحم تقدمه إلى أهلك. ثالثا، سوف تكون خطبة العيد وصلاة العيد في الساحة المعدة في أشليم، وسوف يغلق المسجد بعد صلاة الفجر ولا يفتح لصلاة العيد، لأني سأخطب العيد وأصلي بكم إن شاء الله في تلك الساعة، وكل عام أنتم جميعا بخير. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفق قادتنا، وبارك أمتنا، وحقق وحدتنا لخير المسلمين يا كريم. اللهم تقبل نسك الحجيج، اللهم تقبل شعائرهم، اللهم هب غير المقبولين للمقبولين منهم يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. اللهم اكتب لكل مشتاق حج بيتك، اللهم اكتب لنا ولكل مشتاق حج بيتك، اللهم اكتب لنا ولكل مشتاق حج بيتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.